الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في مكتبة الأرشيف في عمان، إذ نستمر في سلسلة المحاضرات والندوات في موضوعات الضم والتطبيع والأبرتايد في محاولة للإجابة على سؤال ما العمل؟ تبث على منصة المكتبة وعلى منصات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ونستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم عبرها، إضافة إلى رقم الواتساب الخاص بالمكتبة. ثمة قلق من أن يفقد الفلسطيني صوته نتيجة التبعثر والتشظي أو الاندماج، والأخير يعد شرطا للحياة في وطن آخر، لكن أي محاولة للاندماج تعد خيانة لفلسطين وللذات. ومن جهة أخرى، فإن رفض الاندماج يعد خيانة للآخر أو الذي قدم للفلسطيني يد النجاة. هكذا يقيم الفلسطيني في الممر أو في عالم بيني محدود هش إلى أن تحين العودة. فإن اللغة والماضي والحنين والتنازع وقلق الارتحال ستبقى كما هي فلسطين المتخيلة، كامنة في وعي الفلسطينيين. ولعل هذا التوصيف هو منزع كل فلسطيني وفلسطينية حيثما حل وارتحل. اليوم لتفكيك هذه المقولة ومقولات أخرى، نستضيف الدكتور رامي أبو شهاب في موضوع دور المقاومة الثقافية في مواجهة مشاريع التصفية، والتي ترتكز على أهمية تشكيل وعي ثقافي ومعرفي بالوجود الفلسطيني في ظل التحولات الجديدة ومحاولات التطبيع بهدف طمس الحق واستبعاده، لا من ناحية مادية فحسب، وإنما من ناحية ثقافية ومعنوية. الدكتور رامي هو كاتب وباحث أكاديمي متخصص في النقد الأدبي والدراسات الثقافية وخطاب ما بعد الكولونيالية، حاصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، ويعمل الآن محاضراً في كلية الآداب بجامعة قطر، كما وسبق له أن عمل أكاديمياً ورئيس قسم في مؤسسة قطر للتربية والعلوم. حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2014 عن كتابه الرسيس والمخاتلة، خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر، النظرية والتطبيق. أهلاً بك دكتور رامي. أهلا بك، شكرا نوال. نمنحك 30 دقيقة لإتمام مداخلتك، ومن ثم أستقبل الأسئلة والمداخلات وتفاعل الحضور عبر منصة زوم والمنصات كذلك الأخرى ورقم الواتساب الخاص بالمكتبة، ومن ثم أحيلها إليك في جولة أخرى. تفضل دكتور. شكرا لك، يعطيك العافية نوار. مساء الخير للجميع، مساء الخير للذين يتابعوننا الآن على منصة زوم. كما يعني يطيب لي أن أشكر الأصدقاء والعاملين في مكتبة الأرشيف على هذه الفرصة وعلى هذا اللقاء. طبعا موضوع الندوة اليوم بالتحديد حول دور المقاومة الثقافية، وفيها سوف أتناول الجانب الثقافي والمعرفي في ما وصلت إليه مآلات الوضع الفلسطيني بشكل عام، ولا سيما في الوقت الحالي أو في الوقت الآن. لعل المشكلة يعني ورقتي أو مداخلتي سوف تتكون من 4 أو 5 محاور حسب الوقت. أولا سوف أتحدث عن مشكلة غياب المرجعية المعرفية في عن صانعي القرار السياسي في القضية الفلسطينية بشكل عام لدى القيادة الفلسطينية أو لدى حتى الأنظمة العربية التي لا تتبع أي منهج أو رؤية معرفية في ما تقوم به من قرارات أو إجراءات، وهذا طبعا ينعكس دائما سلبيا على الأوضاع التي تعيشها تلك البلدان، ولا سيما القضية الفلسطينية، حيث وقع هنالك خطأ استراتيجي في بدأ مع توقيع اتفاقية أوسلو. وسوف أبدأ بنقد أو بالاستعانة بنقد إدوار السعيد لهذه الاتفاقية من حيث الأثر المعرفي لغياب التفكير في مآلات هذه الاتفاقية. ومن ثم أتحدث عن القضية الفلسطينية من حيث الحق والأيديولوجيا، وقضية التحول في مفهوم الأيديولوجيا تبعا لمتغيرات ربما يعني جعلت كلمة الأيديولوجية كلمة فضفاضة قابلة للتأويل، وأصبحت متحولة وأصبحت وسيلة لتغيير القناعات، ووسيلة ربما لطمس الحق الفلسطيني، وجعل الفلسطيني في وضع صراحة يبدو لا يحسد عليه، وهذا طبعا نتيجة أخطاء كثيرة جدا لا يمكن أن نتحدث عنها جميعها، ولكن سوف نركز بالتحديد على قضية الأثر المعرفي. وفي محور ثالث سوف أتحدث عن الذاكرة الفلسطينية وأهمية سرديات الأمل والألم
لأن الفلسطيني ربما لم يتبقى له سوى في هذا الوضع الحالي هذا النوع من المقاومة، ولا سيما مع تراجع الدعم العربي. وهنا سوف أتوقف يعني بعض الشيء عند الحاضنة العربية التي أصبحت ربما من أشد المؤثرات السلبية على الوضع الفلسطيني. ربما لو كانوا الفلسطينيون يعني كأي شعوب العالم التي تعرضت للاحتلال وتعرضت للنظام الفصل العنصري، ربما استجلبت الكثير من التعاطف الدولي، ولكن الحاضنة العربية ربما استثمرت في القضية الفلسطينية بحيث ارتد هذا الاستثمار على أن يكون وبالا على الفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية يعني مصدرا ل التلاعب فيها والاستفادة منها أو الإفادة منها. وإذا أسعفنا الوقت سوف نتحدث في محور آخر عن وجود فلسطين في الدراسات ما بعد الكولونيالية، وقدرة الفلسطينيين على تشكيل خطاب كوني للتعبير عن قضيتهم. وفي الختام ربما إذا يعني نتحدث عن المقاومة قراءة ثقافية تاريخية، ولا سيما يعني المفارقة الأمريكية التي الآن نعاني منها بسبب القرارات الأخيرة والتحولات الأخيرة. لو نظرنا في البداية إلى قضية اتفاقية أوسلو، وهنا يعني أنا أشدد على أن في الوضع الحالي للوضع الفلسطيني المشكلة تكمن أننا فقدنا جميع الأدوات أو تخلينا عن جميع أدوات المقاومة، وهذا بدأ مع توقيع اتفاقية أوسلو للسلام، والتهافت نحو هذا السلام كأنه فتح الباب لإفقاد الفلسطيني جميع الأدوات التي كان يمكن أن تكون يعني فاعلة في دعم قضيته. إدوارد سعيد عندما تم توقيع اتفاقية السلام ونقد هذه الاتفاقية نقدا شديدا، وبدأ أن إدوارد سعيد وهو من العقول اللامعة ليس على المستوى الفلسطيني أو العربي وإنما على المستوى العالمي، كان ربما يتحدث ويقرأ ماذا سوف يحصل من تلك يعني حوالي قبل 30 سنة. كان إدوارد سعيد كان سوف يرى ماذا سوف تؤول إليه الأحداث وماذا سوف تنتهي إليه. وهنا يدل على هنالك بؤس في العقل العربي بأنه لا يوجد لدي أي وسيلة للإفادة من أي جوانب معرفية. يعني القضية الفلسطينية حاليا تعاني يعني على مستوى التفتيت على مستوى الثقافة، يعني الأجيال التي سوف تأتي، ونحن نعلم أن كثير من الأجيال الفلسطينية التي عاينوا النكبة سوف يستيقظون الآن، هؤلاء الأجيال الجديدة ليجدوا أن إسرائيل موجودة يعني كوضع مسلم فيه، هي أصبحت جزء من هذه المنطقة، وهذا يشكل خطر شديد جدا على مركزية القضية الفلسطينية، لأن هذه الأجيال ستعي أنه هذا الوجود الإسرائيلي هو وجود طبيعي وكيان يعني موجود وتاريخي. ربما يعني الذين يولدون في هذه السنوات بعد 20 سنة سيجد أن إسرائيل يعني لنا علاقات معها وفي لها سفرات وإلى آخره. وهذا ربما لو نظرنا له هو عبارة عن سلسلة بدأت من يعني بدأ الانهيار من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ومن ثم استمر بعد ذلك. إسرائيل ربما استغلت الفترة الربيع العربي وقبل ذلك كأنها عملت خطوات، وطبعا هذا لا يتم بلا وعي ولا بلا معرفة، لأن إسرائيل تستعين دائما بالقدرات المعرفية والعقول للتخطيط على أكثر من مستوى، تخطيط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وأدبي وإلى آخره. فهي كانت تريد أن تصل إلى هذه النقطة من أول ما بدأت في عملية السلام، فهي وصلتنا في النهاية إلى أنه أصبحنا تخلينا عن جميع وسائل المقاومة، تخلينا عن الكثير من الأدوات. الدول العربية الحاضنة تعاني من أزمات وأصبح لديها مشاكل، وهذه المشاكل أصبحت تقدم على أي مشكلة قضية فلسطينية. هذه الأزمات لم تخلق يعني هكذا عبثا، هي مخططة. ولا يعني المشكلة في قضية المعرفة أن كما يقول إدوارد سعيد أن المشكلة العقل العربي في تعامله مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالعرب الآن لا يمتلكون قدرة على مخاطبة المجتمع الأمريكي أو مؤسساته، وهم غالبا ما يضعون سياساتهم بأنها تتعلق فقط بمن يحكم البيت الأبيض أو بسيد البيت الأبيض. فلذلك
هم لا، او يعني ادوارد سعيد يرى اننا غير قادرين على مخاطبه النسيج المجتمع الامريكي او الثقافه الامريكيه بشكل عام. لم نمتلك او لم نكون ادوات قادره على مخاطبه هذا الوعي، ان كان في الولايات المتحده الامريكيه او حتى ان كان في اوروبا. طبعا لننظر مثلا انه الذين كانوا يعني يقومون بالعمل على اتفاقيه السلام والى اخره، هم في لدى اسرائيل كانوا متخصصين في الدوائر التاريخيه والثقافيه والاجتماعيه والانثروبولوجيه وفي اللغه والى اخره، ولكن في لدى العالم العربي يعني كان الوضع مختلف تماما. فحتى ان ادوارد سعيد يذكر انه عندما ياتي الطلاب العرب للدراسه في امريكا لا يدرسون الثقافه الامريكيه ولا يدرسون هذا العقل، وانما يتوجهون الى دراسه انفسهم لدراسه الشرق. وبالتالي معرفتنا عن كيفيه العلاقه ما بين القوه والسلطه ومحاوله تحليل الاخر وقراءه التعقيدات الكولونياليه وغيرها غير موجوده. وبالتالي هذا الموضوع ادى الى عدم فهم استراتيجي الى ما سوف ينتهي اليه هذا السلام. فمثلا يقول ادوارد سعيد ان المعرفه وحدها هي التي ستمكننا من الوقوف في وجه سيطره اسرائيل والولايات المتحده. نحن مهزومين معرفيا قبل ان نهزم سياسيا، لاننا لم نمتلك قدره على قراءه جميع الابعاد وجميع الاوضاع، فبالتالي تشكل لدينا هذا الخنوع الاعمى وغيره. طبعا لو نظرنا الى الخطه التي يعني قامت اسرائيل بوضعها واستفادت منها، انها استفادت من مناخ الحداثه وما بعد الحداثه، وان استغرق الفلسطيني في مجتمعات استهلاكيه مع توقيع اتفاقيه السلام. فبالتالي هذا الوضع جلب يعني تخلي الفلسطيني عن كثير من الادوات التي كان يمتلكونها، ولذلك ادوارد سعيد وجه نقد شديد للقياده الفلسطينيه التي ربما تعد احد اسباب الصوره السلبيه والقاتمه لما نعاني منه حاليا. طبعا في فتره من الفترات من التاريخ كان هنالك الحماس نحو السلام، وان كل من يعني يرفض السلام فهو سوف يكون ارهابي والى اخره، وهذا كان عبارة عن خطاب مخاتل، خطاب خبيث، يعني لأن قضية السلام تعترض أو يعني لا تتناقض مع فكرة الحل العادل والشامل وحق الفلسطيني بالحصول على حقوقه كاملة. فبالتالي التغييرات التي حصلت في عقلية العقل العربي وتقبل مفاهيم السلام وتغيير المناهج والرؤية والتعليم وإلى آخره، هذا عبارة عن كان مقدمات يعني منطقية جدا. ولا أعلم يعني الخبراء والعلماء العرب والمعرفة أين كانت في تلك الفترة، لماذا لم يكن هنالك يعني نوع من أنواع التنبه إلى ما يمكن أن يؤدي إلى تحول في العقل العربي. هذا التحول لم يكن وليد سنة أو سنتين، هو تخطيط استراتيجي يشتغل عليه أشخاص قادرين على فهم بنية الإنسان وتحولاته وعقله وإلى آخره. طبعا هذا أدى في النهاية إلى إطفاء الشرعية على الوجود الإسرائيلي، وأصبح يعني قبولها لدينا نوع يعني واضح جدا. طبعا النقد وجهه كذلك ادوارد سعيد لوسائل الاعلام العربي، وكانت تمارس نوع من المنهجيه في الترويج لعمليه السلام وغير ذلك. وهذا التضحيه بالمبادئ دون تحقيق اي مكتسبات، وهذا للاسف الشيء المؤلم يعني بخصوص هذا السلام، اننا لم نحقق منه اي مكتسب، اي بالعكس ارتد هذا السلام إلى أن أصبحت إسرائيل تتغلغل في الوعي العربي. وأنا لا أقصد الكيانات السياسية، هذه لا تهم في الحقيقة، أنا الذي يهمني الوعي العربي والعقل العربي، لأن العقل العربي والوعي العربي مع الزمن سوف يتقبل ربما هذه الأفكار، لأن إسرائيل نجحت في خلال 20 سنة أو 30 سنة التي مضت في أن تتجاوز كثير من العقبات التي كانت يعني تقف امامها. وبنلاحظ انه يعني رؤيه اسرائيل في العقل العربي او في الوعي العربي قبل 30 او 40 سنه كانت تختلف عن بما هي الان حاليا. يعني حتى حاله الرفوض الشعبي اصبحت بارده،
لماذا، ما السبب إلى هذا البرود وهذا التقبل في العقل في الشارع العربي الغير مفهوم وغير معلوم؟ لأن هذا العقل العربي تعرض إلى يعني خطة ممنهجة ومدروسة واستراتيجية في أن تتقبل وأن تتجاوز هذه المشكلة أو المشكلة الفلسطينية، أولا لعدة أسباب، لأنها واقعة في مشاكلها الخاصة، ولأنها أيضا أصبحت منخرطة في حالة استهلاكية وغير الكثير من العوامل. طبعا هل فلسطين هي قضية حق وهي أيضا قضية أيديولوجية؟ وعلى أن مفهوم الأيديولوجيا يعني حسب العلماء جلوفرد جيرتس ورايموند ويليامز وعبد الله العروي بخصوص أنها هي تؤدي إلى علم الأفكار، ولكن كلمة الأيديولوجيا يعني تتحول مع الزمن. في فترة من فترات كانت في عصر نابليون كانت تعني الأشخاص المناهضين لفكرة الديمقراطية، وكانت يعني فكلمة الأيديولوجيا في هذا العصر وفي هذه الأيام أصبحت محاولة للمقايضة لتحقيق مكاسب ذات طابع سياسي، وهذا ضمن طبعا ضمن مبدأ التأويل. يعني عدالة القضية الفلسطينية والأيديولوجية الصاخبة هذه أصبحت الآن شيء قابل للتفكك وبكل بساطة. طبعا مع تراجع التيارات السياسية والدينية والقومية إلى آخره، ونمط الإعلام الحديث، هذا كله ساهم في غسل أو في تحقيق تحول في مفهوم الأيديولوجيا. لم تعد فلسطين حق الفلسطيني من الثوابت، وبالتالي فقدت فلسطين هذا الزخم العاطفي اللي كان موجود في فترات سابقة. يعني حتى الحديث كان في الشارع العربي عن القضية الفلسطينية ومقدار أن تكون قضية عادلة كان نوع من التابوهات، والآن هذا لم يعد موجود، كان منزوع. أي شخص كان سابقا يعني يحاول أن ينال من عدالة القضية الفلسطينية كان يواجه بصفعات، ولكن الآن أصبح من الكل يتجرأ على هذا الموضوع. وبالتالي من هنا نطرح السؤال، ما العوامل التي أدت إلى ذلك؟ هي أنا بنظري هي ليست فقط عوامل سياسية وتغيرات وإلى آخره، وإنما هي تكمن في مشكلة في الوعي المعرفي لدى العقل العربي، لأن العقل العربي لم يكن في يوم من الأيام يضع العالم مقابل السياسي، وأن السياسي عليه أن يستمع إلى تقارير العلماء والدارسين. من كذلك عوامل الانهدام الذي حصل في مشكلة عدالة القضية الفلسطينية الفراغ الفكرة أو المنظومة الفكرية. نحن ليس لدينا حاليا منظومة فكرية تتحدث عن الوضع الفلسطيني، يعني لا نملك خطة ولا نملك أي تصور حقيقي لما نريد. القضية الفلسطينية هي ليست قضية فقط أرض وسلام، وهي قضية أيضا ثقافة ولغة، فأين لغتنا وأين خطابنا إلى آخره. فنحن إلى الآن نتيجة التخلف المعرفي وأدى إلى أن تنزع القداسة عن القضية الفلسطينية بشكل واضح وجلي. الآن أنا أريد أن أتحدث عن الفرق ما بين الوعي القانوني والوعي المعرفي، يعني أو عفوا الوعي العاطفي. العرب يعني طوال تاريخهم كانوا ينظرون أو يتعاملون مع القضية الفلسطينية عبر وعي عاطفي، كان التأييد عاطفيا وكان تأييدا دينيا وقوميا وثقافيا وإلى آخره. هذه العوامل العاطفية سهل جدا أن تنتزع منك. لماذا؟ لأن هذه قضايا أنت مع الزمن والتحولات يمكن أن تبدأ في إصابتها بالضعف، ويمكن أن تتلاعب بها، ويمكن أن يعني تغير في الصور والأنماط والتمثيلات وإلى آخره. لننظر مثلا في الغرب، الغرب لديه الوعي القانوني بالقضية الفلسطينية، على الرغم من يعني المأساة التي تحصل الآن في أمريكا بوجود ترامب وإلى آخره وهذا القضية، ولكن يعني بعض الدول الأوروبية يعني نضع يعني علامة استفهام ما زالت تؤيد الحق الفلسطيني من خلال الوعي القانوني. ولذلك في العالم العربي لا يوجد فهم ما معنى القضية الفلسطينية من خلال الوعي القانوني، أن هذه قضية أن فلسطين هي لديها حق قانوني واضح معترف فيه في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وأمام كل الشرائع والأنظمة والقوانين وإلى غير ذلك. فلو كان العربي يدرك أنه عندما يبدأ بالتحدث عن إسرائيل
القضية الفلسطينية أنها قضية غير مهمة أو قضية هامشية إلى آخره، فإنه ينطلق من فكرة أنه يحاول أن ينزع فكرة البعد العاطفي عن ذاته، ولكن مشكلة فلسطين هي مشكلة قانونية في الأول وفي الآخر، فبالتالي إسرائيل لن تتأثر بكافة المشاعر والعواطف وإلى آخر التعيين. يجب أن يكون لدينا قناعات قانونية وأن نعمل على هذا الموضوع في الخطابات وفي مخاطبة الرأي العام العالمي. يعني حتى العاملين في مواقع التواصل الاجتماعي والذين يتحدثون إلى آخره هم يعني جزء من حلقة صغيرة جدا أو من مسنن في محاولة نزع وتذويب هذا التعاطف العاطفي مع القضية الفلسطينية شيئا فشيئا. يعني هو نوع من أنمطة الخطاب اللي كان تحدث عنها ميشيل فوكو من حيث التكرار وإعادة التكرار واتخاذ أكثر من زاوية واستخدام نماذج خطابية ومفردات إلى آخره. هذه النماذج الخطابية سوف تؤدي في النهاية إلى تفكيك صلابة وصمود القضية الفلسطينية. وطبعا هنا في مشكلة في دور المثقف، فحتى المثقفين يعني الذين كانوا دائما آخر أو أول جدار في المواجهة بغض النظر عن القرار السياسي أصبحوا الآن منقسمين. يعني الانقسام لم يطل فقط الكيانات والأنظمة السياسية وإنما طال أيضا المثقفين. يعني حتى الشعوب يمكن أن تنقسم لأنها أحيانا تنظر إلى مصالحها الخاصة، ولكن الشخص المثقف هو الذي يمتلك الوعي. والآن نجد بعض المثقفين تحت أي ظرف بدأ يعني يحاول أن يطرح هذه القضايا بقضية إسرائيل وطرحها للسلام وهذه الإيمان، يعني وهذا كله نوع من أنواع الهراء. يعني يجب على أنه المثقف إذا لم يكن قادرا على أن يتكلم بطريقة عادلة ووضع قانوني وإلى آخره، على الأقل أن يصمد وأن لا يتورط بمثل هذه الخطابات وإلى آخره. طبعا هنا نتحدث كنا يعني لو احنا نظرنا حتى الى قضيه مفهوم السلام، وانه هذا السلام يعني هو محاوله الترويج للراي العالمي ودعوات اسرائيل للسلام وانه اسرائيل دوله سلام الى اخره. هوبز يعني هو احد الفلاسفه الانجليز والذين كانوا يعني من اشد المؤيدين للسلام يعني وسيطره الدوله الى اخره، قال بانه السلام يعني لن يكون هنالك سلام بابخس الاسعار، لن يكون هنالك سلام طالما هنالك في أرض محتلة، فأي أمم حرة لن تقبل في يوم من الأيام أي احتلال خارجي. يعني التاريخ على ذلك واضح جدا. الآن لا نريد أن نلقي اللوم كثيرا على قضية القيادة الفلسطينية، فالفلسطينيين على الرغم من الخطأ الاستراتيجي الذي وقعوا فيه، ولكن هم لم يعني يسلموا بهذا الخطأ وما زالوا الآن هم يدفعون ثمن. الآن يعني لو تناولنا المحور الثالث، وأنا يعني هنا أتحدث عن قضية الذاكرة لأنه المخاطر تكمن هنا، فإذا ما فقدت الذاكرة فسوف نفقد كل شيء. ففي ظل يعني الأزمة العربية أو أزمة الدول العربية والشعوب العربية في انشغالها بقضاياها الداخلية والحرية، وطبعا نتيجة غياب قيم التنوير والمبادئ العقلانية والحرية وحقوق الإنسان وإلى آخره، سنجد أنه يعني هذا الموضوع سوف يؤدي في يوم من الأيام إلى الانغلاق، وأنه إحنا نذهب إلى أبعاد مادية فقط وتكون ربما ساذجة إلى حد كبير جدا. هذا الإحباط الذي يعيشه الشارع العربي انعكس على الشارع الفلسطيني، وأصبح الجو مسمم وسلبي وغائم وسوداوي وإلى آخره. إسرائيل كدولة كولونيالية دائما كانت تراهن على أن الذاكرة الفلسطينية لن تصمد أمام الزمن، وهنا تكمن الخشية. يعني من لديه مقياس لقياس نبض الشارع العربي سيجد أن هنالك في فتور في برود، ولذلك كأن الذاكرة أصبحت يعني كأننا نسينا ماذا كان ما الذي حصل، وهذا يعني يشمل الكثير من الأجيال. طبعا الأدوار الرأسمالية وما بعد الحداثة والخطابات اللي بتتحدث عن قيم الاستهلاك وإغراق الفلسطينيين في ممارسات ما بعد الحداثة
وتفكيك الهوية والخطابات الوطنية وإلى آخره. هذا نماذج من نماذج الفعل الكولونيالي اللي مارسته إسرائيل بطريقة واضحة. ولذلك يعني فكرة الانشغال بالوضع الحالي لبعض الأسباب التي تتصل بالمعيشة وإلى آخره، هذا ربما كان أحد العوامل التي عملت عليها إسرائيل بشكل واضح جدا. لغويا يعني إسرائيل كانت تراهن على تناسي مفردات كالنكبة وكالنكسة من وعي الإنسان الفلسطيني، وأصبحت الخطأ يعني المفردات عمل سياسي والسلام وإلى آخره، كلمة الانتفاضة المقاومة إلى آخره، السياقات التي قضت على هذا النظام أو الخطاب اللغوي هي متعددة ومتسلسلة، بدءا من اتفاقية كامب ديفيد إلى غزو العراق للكويت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اتفاقية أوسلو، الكثير من الأحداث هذه كانت في كل مرة تأكل أو يعني تقدم جزءا من خطاب الفلسطيني أو خطاب الحديث عن القضية الفلسطينية لدى الفلسطيني. طبعا في عوامل أخرى أسهمت في ذلك، من الانقسام الفلسطيني كان له دور كبير جدا في هذا القضية. يعني في كتاب للخالدي يعني يذكر مثلا بخصوص الدولة العثمانية وكيف التسلل الإسرائيلي، كيف أنه طلبت أو طلب اليهود يعني من السلطان العثماني لا أذكر اسمه أن قضى عائلات أن تدخل إلى فلسطين يعني بشكل استثنائي، وهذا يعني كان جزء من مخطط طويل الأمد، يعني بدأ من استغلال الدولة العثمانية عندما سمحت لبعض العائلات محددة أو بعض الأفراد بالاستقرار في فلسطين. أنا برأيي أن الصراع الفلسطيني هو في النهاية ممارسة خطابية لا تقل أهمية عن إشكالية الأرض والسلام، هي قضية وجود، أنطولوجيا ثقافية، صراع ذاكرة. الإسرائيليون يستخدمون ذاكرتهم، معاداة الهولوكوست، الحرب العالمية الثانية، وكل هذا لكي ماذا؟ لكي تقلق لها هذا التعاطف، بينما نحن أصبحنا نتخلى عن الماضي ونتخلى عن ذاكرتنا و يعني لم يعد لدينا حتى نظام خطابي يمكن أن نتحدث عنه. فمناهج التعليم، القصائد، الأدب، الرواية، الكتابة، السينما، كلها عوامل تساعد على تمكين الفكرة الفلسطينية والخطاب الفلسطيني. والآن نحن في الحقيقة نعاني من نقص كبير جدا في الفنون والآداب، يعني كم فيلم أو كم مسلسل أو كم يتحدث عن النكبة الفلسطينية، الزخم هذا تراجع وتلاشى، وهذا ممنهج إن كان بالتواطؤ أو إن كان بالغباء أو بعدم المعرفة أو عدم القدرة. الكتابة في النهاية هي عملية تطويع، والخطاب هو عملية تطويع للعقل وللإنسان، وهذا الشيء يأخذ وقت طويل جداً. ولذلك إذا أردنا أن نعود فينبغي من الآن أن نبدأ العمل على تكوين جبهة ثقافية لمواجهة هذا النظام العنصري الذي النظام العنصري الإسرائيلي الذي بدأ يعني يلتف حول الفلسطينيين دون أن يعلموا، والآن نحن نفاجأ بما يحصل في الوقت الحالي. طبعا من العوامل اللي تصيب الإنسان بالمفارقة الولايات المتحدة مثلا عندما بدأت في صفقة القرن، يعني هنا التناقض في حتى في مبادئ الدستور الأمريكي الذي كان ينص على الحرية والعدالة وإلى آخره. هذا التصرف بما لا تمتلك أو بما لا يحق لك هو من نماذج عدم القدرة العقل العربي على التعامل مع النمط أو النمط السياسي المتغير في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي فكرة المقاومة أنا أعتقد أنها فكرة أو مبدأ استراتيجي، وبدأنا نخسر الكثير من مصادر قوتنا عندما تخلينا عن فكرة المقاومة. وأنا لا أقصد المقاومة بشكلها المادي، وأنا ما أقصد المقاومة حتى بطابعها الثقافي والعلمي والأدبي. الدول التي دائما اللي كانت تتحرر امتدت
تاريخ حريتها لعقرون طويلة، لعقود طويلة، يعني إن كان في فيتنام أو في التمرد الكاريبي إلى غير ذلك، أو في الهند أو إيرلندا أو الجزائر أو غيرها. ولكن كان لديها فكرة واحدة فقط، هي أنها تؤمن بحتمية التحرر. وهذا الإيمان إن كان ذو طابع يعني رومانسي إلى حد ما، ولكنه في النهاية إذا ما تم تدريسه وتم نقله إلى الأجيال الأخرى سوف يؤدي إلى أثر. الخطابات السلبية ربما تؤدي إلى تراجع قوة الشارع الفلسطيني وزخم الفلسطيني. طبعا هذا العناد الكولونيالي الإسرائيلي يجب أن لا يواجه إلا فقط بعناد مقاوم من الفلسطينيين. فعلى يعني كما يقول روبرت يونغ في كتابه ما بعد الكولونيالية، الدور المركزي للثقافة في مثل هذه التطورات يشكل سمة خاصة للتاريخ مناهضة الكولونيالية. كانت الفاعلية الثقافية التي تحشد غالبا إلى جانب تطور أنماط المقاومة التي تقبل بها القوة، مصممة لتعكس الفرضيات والأيديولوجيات والتبريرات والشعور بالدونية. يعني أن ثمة يجب أن يكون هناك تجاور ما بين الفعل المقاوم الثقافي والمقاومة بشكلها العادي أو المادي. طبعا في لدينا قضايا ثقافية تتصل كذلك بالنخب والمثقفين ودورهم في خلق بناء وجو معرفي وحقيقي في مقاومة الخطابات التي تأتي من قبل الإسرائيلي أو الصهيوني بشكل عام. طبعا أعتقد هل تبقى لدي وقت؟ 5 دقائق دكتور. في هنالك يجب أن يكون لدينا إلى حد ما يعني مقاومة ذات طابع، لا أقصد فيه الرمزية، يعني بالمعنى الحرفي الفلسطينيون بحاجة إلى أن يخلقوا ذاتهم، أن يكون لديهم إيمان ووعي في قوة الحضور الفلسطيني. هنالك في كأنه نوع من أنواع الانهزام الذاتي أو الداخلي للفلسطينيين، وأصبح هنالك كأنه في تقبل الأمر الواقع. فبناء الذات، هذا بناء الذات يعني حتى حسب المفهوم النيتشوي، يعني أن نبدأ نؤمن بأنفسنا وأننا قادرين على أن نعود وأن نصمد، هذا جزء من خطة للتخلص من آثار السلبيات التي تحققت بفعل توقيع اتفاقية السلام. هذا الموضوع يجب أن يبدأ بإعادة الخطابات التي تتناول الحق الفلسطيني القانوني والعاطفي والمادي والروحي والشعري والأدبي وإلى آخره. وهنا نركز على قضية التعامل مع الأجيال الجديدة التي ربما تكون الرهان عليها أكبر من جيلنا الحالي، لأن هذه الأجيال يعني بعد سنوات قليلة ربما نفقد الأشخاص الذين عايشوا النكبة، وبناء عليه لم نعد نمتلك سوى تلك الخطابات أو تلك الخطابات الأرشيفية لدينا. وهذه الخطابات يجب أن يعاد مرة أخرى إنتاجها لكي تعبر عن حقية الفلسطيني وعن وجود فلسطين وعن حدود فلسطين وعن هذه القضية. فبالتالي أرى بأنه أحد أهم الجوانب المعرفية التي تتعلق في إعادة تشكيل هذا الوعي في خطابات ربما تكون سينمائية أدبية ثقافية إلى آخره، لها دور كبير جدا وشديد جدا في المقاومة. أنا أكاد أجزم أن سقوط الفلسطينيين، وإن شاء الله يعني هذا لن يحصل، سيعني سقوط الكل، لأن إسرائيل لا تريد أن تتوقف، هي تمارس فعلها بطريقة مخاتلة، وعندما تتغلغل في مكان ما فهي تبدأ بخطابات براقة ولامعة وتتناول السلام والتطور والرفاهية وإلى آخره. ولكن ما نراه يعني أو ما رأيناه في التاريخ وقرأناه بأن إسرائيل لم تجلب سوى الدمار والفشل، ولم تتمكن يعني من أن تكون صادقة بكل نواياها، فاتفاقية السلام وغير ذلك لم تقدم منها أي شيء، وإنما كانت دائما ما تعيد إنتاج خطاباتها وتخاطب حتى الرأي العالمي بأنه الفلسطينيين هم المسؤولون
عن فشل السلام، وهذا نجد أن إسرائيل قادرة على التلاعب باللغة، وقادرة أن تكون يعني في خطابها، وأنت تفاجأ بقدرتها على أن تكون أحياناً الأكذوبة مقنعة، ولكن على الرغم من العقل العربي والوعي العربي غير قادر على أن يكون يعني في لديه اللغة والخطابات القادرة على استثمار معرفة تاريخية أو معرفة قانونية لدى الشعوب الأخرى. يعطيك العافية، شكرا لك، انتهت الخمس. شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاضرة المهمة والممتعة حقيقة. أنا بدي أطرح عليك سؤال ابتدائي وختامي، ومن ثم أطرح عليك الأسئلة التي وردت من عبر السوشيال ميديا. دكتور، الشيء يحضر عندما يصدر صوته، يعرف بالجغرافيا، يعرف بالتاريخ والثقافة. مصادرة الصوت والثقافة تعبيريا ولغويا إضافة للجغرافيا مصادرة للوجود الفلسطيني، هذا يعني التشتت وشتات بالمعنى الواقعي والمعنوي، سرقة الرواية الفلسطينية وتهويدها. ماذا يفعل الفلسطيني أمام المروية الصهيونية هنا؟ طبعا دكتور أنا بدي بعدها راح أعطيك جولة ربع ساعة، ولكن سأقرأ عليك قبل ذلك الأسئلة الواردة، وهي أسئلة طبعا جوهرية ومهمة. أول سؤال يقول: كيف ندين نزع القداسة عن القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت ندين التعامل العاطفي مع الحق الفلسطيني؟ أليست العاطفة مكون أساسي من التعامل مع المقدس؟ ثاني سؤال: ما رأيك في التوجهات الحالية التي بدأت تنادي ببناء الذاكرة من أسفل إلى أعلى من الأفراد وذاكرتهم الشخصية وحكاياتهم؟ أليست تلك مقاربة لبناء ذاكرة متحررة من الدولة ومؤسساتها التي ساقتنا إلى أو دفعتنا إلى حالتنا هذه؟ هناك مداخلة تقول أن وولتر ميغلو يشير أن الأكاديمي الفلسطيني لم ينتجوا خطاباً ينزع الكولونيالية، بل حصروا أنفسهم في خطاب ما بعد كولونيالي، لذلك لم يستطيعوا الخروج من أثر الكولونيالية. سؤال أخير: هناك من يقول أن خطابك مليء باليأس في ظل وضع فلسطيني في جيل قادر على تجاوز الفصائل والأيديولوجيات على المستوى الفني والأدبي والسياسي، لننظر إلى المخرجين الفلسطينيين في عالم والروائيين وغيرهم من الحقول الثقافية. يعني أظن أنها أسئلة دسمة تحتاج منك وقتا آخر لإجابة عليها. تفضل دكتور. شكرا لك. أبدأ من فكرة اليأس، يعني أبدأ بالعكس، أبدأ من الأسئلة بالعكس. قضية أنه من الخطاب باليأس، فعلا الموضوع يعني بما نشهده حاليا يستدعي، لا يستدعي اليأس هو أن نكون يائسين، ولكن الوضع سوداوي جدا، وأعتقد أنه نحن الآن على حافة، يعني نصل الآن إلى الحافة، وأعتقد أننا في أشد المفاصل التاريخية خطرا على الوجود الفلسطيني. والآن نحن الآن أصبحنا على أعتاب ربما يعني تحول خطير جدا. هنالك وجود الفلسطينيين في السينما وفي الأدب وإلى آخره، ولكن لو نظرنا بالمنظور علمي من ناحية كمية ونوعية سنجد أننا غير قادرين أن نكون متواجدين في الساحة. قضية كقضيتنا عادلة لا يكفيها فيلم أو فيلمان أو ثلاثة أو رواية أو عمل أو مسلسل. يعني الدراما العربية 22 دولة عربية كم تنتج حول القضية الفلسطينية؟ كم كتاب؟ أنت لو فتحت وعملت أي بحث حول الهولوكوست أو إسرائيل والتاريخ ستجد يكادون يدونون ويرشفون أبسط معرفة أو أبسط معلومة. يعني حتى بالسينما الأمريكية، يعني يكاد في أمريكا لا يقل عن كل سنة أن تصدر 10 أو 15 فيلم يتناول فكرة الهولوكوست، العدد يعني. ولكن يعني يوجد مثقفين، يوجد سينمائيين، يوجد إلى آخره، ولكن العدد قليل في النهاية. لماذا؟ لأنه الحاضنة العربية والحاضنة الثقافية طبعا معدومة. يعني في أمريكا، في أوروبا تصنع أفلام عن اليهود، تصنع عن الهولوكوست، ولكن نحن العرب ماذا نصنع؟ هذه الحاضنة هي كذلك فيها مشكلة. الآن في سؤال يقودني لفكرة العاطفي والمقدس. لماذا العاطفي؟ طبعا هو شيء مقدس وفي علاقة بينهما، ولكن في النهاية العاطفة أمر قابل أن يتعرض لتشويهات،
ولكن الفعل القانوني والإيمان بالقانون أعتقد هو الأساس، لأنه كما لاحظنا أن العرب يعني يرتفعون وينخفضون حسب سياقاتهم الداخلية، حسب مشاكلهم. ولكن إذا كان هناك إيمان لدى العربي ولدى الأنظمة العربية بأن فلسطين قضية عادلة وقانونية واضحة جدا، لدينا قرارات في مجلس الأمن، هنا الخط الفاصل، بعد ذلك لا يمكن أن نقبل أي شيء آخر. إذا إسرائيل استجابت لهذه الأوضاع القانونية فنحن لا بأس، ولكن بهذه الصورة الغائمة والهلامية في التعامل مع إسرائيل ما بين العاطفي والقانوني فهذه مشكلة. فهذا الإجابة. ماذا نفعل أمام المروية الصهيونية؟ ما ليس لدينا سوى العمل، سوى المقاومة، سوى الإنجاز والإبداع والابتكار والحديث والمقاومة والكتابة وإلى آخره. يعني يجب أن يتوجه الفلسطيني والجهد كاملا نحو ذلك. ليس لدينا أعتقد يعني قضية أهم، لأن وجودنا كفلسطينيين في الشتات وفي الداخل ينبع من وجود فلسطين. في حال تفككت هذا الوجود انتهينا. ويعني ربما أكون يعني ساذجا عندما أفكر أحيانا أنه هل ننتهي مثلا كالهنود الحمر؟ يعني انتهوا الجماعة، اختفوا من التاريخ، لماذا يعني لماذا لا يصيبنا؟ إذا كنا زمان يعني نراهن على الحاضنة العربية وعلى الجدار العربي، فالجدار العربي تفكك وربما يعني ينتهي، وبناء على ذلك أنت خلص يعني القضية الفلسطينية لم تعد هي قضية مصيرية ومركزية كما كانت في العقود الماضية. الاهتمام بالذاكرة من أسفل إلى أعلى ليس مهما، من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل، المهم أن تكتب الذاكرة، أن نعيد بناء الذاكرة، أن نعيد الصخب، أن نعيد النبض والحيوية والدفء لخطابنا الفلسطيني. طبعا المؤسسة لا تعول على المؤسسة ولا على الدول، لأن المشكلة أعتقد هي تكمن هنا، أنه أساس المشكلة في العالم العربي أن المؤسسة هي دائما ما تكون مسؤولة عن هذا التردي لعدة أسباب، فأنت لا تجد أي شخص في المؤسسة قادر على أن يكون حرا في التفكير وفي الوعي. المؤسسات هي جزء من المشكلة، ولذلك الوعي المجتمعي ضروري جدا، وربما يكون أحد أهم أدوات الضغط بخصوص الفلسطينيين والخطاب، انشغالهم بالخطاب ما بعد الكولونيا. نعم فعلا نحن يعني يجب أن ننظر في الخطاب الكولونيالي، لأن فلسطين ما زالت في، طبعا مفهوم ما بعد الكولونيالية هو مفهوم معرفيا يعني يشمل الدول التي استقلت وما زالت إلى الآن تحت الاحتلال، ولكن الممارسة التي تمارسها إسرائيل هي ممارسات كولونيالية واضحة جدا، وبالتالي علينا تطوير هذا الخطاب. و يعني أنا لا أعرف المثقف أو يعني المثقفين قضية عدالة القضية الفلسطينية، أرى أحيانا أنها تكاد تكون هامشية. يعني أنا حتى يعني في كتاب ربما يصدر قريبا، أنا كأديب أو مفكر أو ناقد أدبي أو إلى آخره لا يهمني كثيرا يعني أي قضية أخرى، أوجه كل طاقاتي في الأدب والنقد والثقافة إلى هذه القضية، يعني القضايا الجمالية وإلى آخره، مع أنها جزء من تكوين الخطاب ولها دور بنيوي ودور حيوي جدا، ولكن في النهاية ما أنشغل بالهوامش والأطراف وأترك المركز أو المصدر. يعني الكثير من البحوث العربية التي تصدر في المجلات العربية هي عبارة عن بحوث للترقية، وليست بحوث تجيب عن أسئلة ولا تجيب عن فرضيات ولا تحل مشاكل. يعني هدف البحث العلمي هو أن يحل مشكلة، أن يجيب عن سؤال، أما أن أبقى منشغلا بقضايا ظاهرية وشكلانية فما يعني. لننظر حتى في لو عملنا دراسة أو بحث في البحوث التي تصدر في الجامعات الإسرائيلية وإلى آخره، ستجد أنها قضايا تمس الواقع، تبحث في مشاكلهم، تجيب عن أسئلة. فنحن يجب أن نبدأ التحول إلى هذا النمط، أن نكرس كل طاقاتنا لهذه القضية في المقام الأول، لأنها هي قضية أساسية ومركزية وقضية الوجود. أعتقد هذه الأسئلة، إذا هنالك أسئلة أخرى. وردت عدد من الأسئلة عبر واتساب وكذلك المنصات الأخرى. هناك من يقول أن إسرائيل تحارب على أكثر من جبهة،
لعل أبسطها السياسي، تحارب المقاطعة، تضع وتصنف أخير بامبي باعتباره معادٍ للسامية وهو أفريقي. إسرائيل تخترق لقاءات الزوم وتجمعات الشبابية الفلسطينية. سؤال آخر يقول: هل تفتقد ظاهر نفتقد ظاهرة المثقف المشتبك؟ ألا ترى أن المثقف الفلسطيني والعربي قد تقلص دوره الميداني؟ هناك أيضا التطبيع، سؤال يقول: التطبيع مع الإمارات والبحرين وغيرها أخرج لنا بحرينيون وإماراتيون ضد التطبيع في الأساس. إيمان حرم تسأل عبر الواتساب: مشكلة كبيرة أن يكون المحور الأساسي في استرجاع الوطن هو محور قانوني. سؤال يقول أيضا: كيف يمكن بناء وعي مجتمعي على المستوى العربي في ظل انشغال المواطن العربي بقضايا المحلية؟ هناك تعليق أيضا على ما قلت في نقاشك الأخير: المؤسسة هي المسؤولة عن هذا التردي، صحيح، لكن لا يمكننا أن نقلل من شأن مبادرات كتابة الذاكرة من أفراد وتجمعات ومساهمات. الكثير من المبادرات الشبابية لتوثيق الذاكرة استطاعت أن تتخطى حدود الدول للجامعات والقوانين. يعني هذا تعليق على إجابتك الأخيرة. وخصوص يعني قضايا التطبيع والى اخره، واوجدت اشخاص ضد التطبيع، طبعا هذا شيء طبيعي ولا بد منه، لان هذا الوعي موجود ولدى الكل، واعتقد التعاطف مع الفلسطيني موجود وقائم. ولكن هذا ينقلنا الى قضيه الوعي المجتمعي، الى اي مدى نراهن عليه. هنا في قضيه حساسه وخطيره جدا. في ظل انهدام الوعي المجتمعي العربي وانشغال الانسان العربي البسيط، لانه نحن يعني الانسان العربي كل ما يخرج من ازمه ندخله في ازمه اخرى، فلم يعد يفكر بقضيه، بالعكس اصبح نلاق انه في خطاب جديد وفكره جديده ان القضيه الفلسطينيه هي سبب ماساتنا وسبب تردي وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعندما ننتهي منها سوف نزدهر ما شاء الله. ولكن هذا خطاب مدروس وروج له وتم التعامل معه بذكاء. الوعي المجتمعي من أين نبدأ ومن أين؟ أنا أعتقد أن مشكلتنا تبدأ بالمعرفة، لأن المعرفة إذا ما بدأت يعني واقعية وقوية جدا سوف تحدث تحولات في كل الأنماط. ربما المعرفة ستعرف أن لك حق، وستعرف كيف تتعامل، وستعرف كيف تتطور في التعليم، تتطور في الآداب، في الاقتصاد، في الطب وإلى آخره. إسرائيل تتقدم علينا معرفيا في الحقيقة، ولذلك إنه في بعض يعني الأشخاص يقول لك إسرائيل دولة متقدمة. ولماذا هي متقدمة؟ لأنها تتبع المعرفة. نحن ما زلنا يعني نعيش في اشكال دول وانماط دول ومظاهر دول، ولكن ليس لدينا اي بعد معرفي حقيقي. يعني المعرفه والعلوم والبحوث والدراسات هي الاساس في البدايه. اسرائيل عندما بدات كانت تغلق الجامعات والمدارس وتحارب الفلسطينيين معرفيا، هذا هو كان هي طريقتهم واستراتيجيتهم. بخصوص القانوني، لانه القانون هو الخطاب الذي يعرف العالم. يعني العالم لا يعرف إلا القانون، وعلينا أن نصر على هذه الفكرة، لأن أي شيء خارج المبدأ القانوني سوف يتلاشى في النهاية، بعد عاطفي إلى آخره. القانون هو المدخل الأول للتعامل مع هذه القضية، وأن نعي قانونيا. نحن شعوب غير مثقفة قانونيا أو في قضايا الحق والعدالة وإلى آخره. مبادرات كتابة الشباب جميل جدا، ولكن يعني أنا ما زلت أرى أنه قضية كقضيتنا أو كحجم المشكلة الفلسطينية يعني تتطلب زخم أكبر من ذلك. يعني حتى لو نظرنا إلى التاريخ في حركات التحرر، فرنسا عندما احتلها الألمان وإلى آخره، يخرج الكل. يعني يجب أن لا يعيقنا أو لا يشغلنا شيء آخر سوى هذه القضية. بالتالي كل جهودنا وكل ما لدينا من طاقة يجب أن يوجه لهذه القضية، إن سواء على المستوى الفردي أو على سواء المستوى المجتمعي أو على الشبابي أو على المؤسسي. نعم، هل هنالك من أسئلة؟
في الحقيقة يعني انتهينا من الأسئلة، ولكن يعني أنا ورد على خاطري بعض تفضل. الاستفسارات في ظل ما تقول. يعني محاربة المروية الفلسطينية من قبل إسرائيل التي تنمي من روايتها الصهيونية أو المروية الصهيونية، يعني نستطيع، يعني سؤال، ما العمل؟ لا زال مطروحا هنا، ما الذي نفعله في ظل مهاجمة الرواية الفلسطينية؟ يمكن أن أقول أن أهم ما يمتلكه الفلسطيني الآن روايته، كتابتها وتوثيقها وبذل الجهود من مبادرات شبابية ومؤسسات مجتمع مدني، من مثقفين فلسطينيين، مبادرات جديدة. ما العمل إذن؟ أنا أعتقد أنه فكرة المقاومة، إحنا ربما نلجأ إلى إنتاج مروياتنا ومحاولة وضعها بمواجهة المروية الصهيونية، ولكن أعتقد أننا نفتقد أحيانا للأدوات والوسائل، ونفتقد للبعد الاحترافي في هذا الموضوع. يعني نحن الجهود الفردية في النهاية سوف تبقى في النهاية محدودة الأثر، بينما العمل المؤسسي والعمل المنظم يعني العمل الذي انشغل عليه بشكل جيد سوف يعني يكون له تأثير أكبر. يعني أنت عندما تجدي مروية، بخصوص مثلا نفرض على سبيل المثال السينما، يعني فيلم كقائمة شندلر أو شندلر ليست، كم كان له تأثير شديد جدا، يعني عمل بطريقة احترافية ومتطورة، ولكن كم عمل سينمائي فلسطيني تناول قضية النكبة بهذا الزخم بهذا القوة؟ أحيانا يكون الأمر أبسط من ذلك. يعني نحن نرى مصادرة التاريخ والتراث والزي والأغنية الفلسطينية، أو محاولة تهويدها وربما تحويرها نوعا ما. يعني اليوم دخول ومحاولة سرقة شكل صحن الحمص وطبخة الدوالي والفلكلور الفلسطيني، وإلى ما أبعد من ذلك أيضا. هلا القضايا مثل هذه انا برايي يعني هي اساسيه ومحوريه وجوهريه جدا، ولكن نحن اسرائيل تتعامل معها بطريقه الاعلام. هنالك في مرويه نحاول انه احنا نبرز الجوانب الانسانيه والمعاناه الفلسطينيه في الماضي، في مثلا ان تستعيد ذكريات النكبه بصوره انسانيه بخطاب جمالي لا يخاطب الفلسطينيين. نحن لا نريد، نحن نعرف، نحن نريد ان نخاطب العالم. فالفكره انه قادرين على انتاج منتج يروي حكايتنا بطريقه ذات تاثير، هنا القضيه، يعني هنا الفكره. نحن نعرف والعرب يعرفون، ولكن كيف يمكن ان نجعل مرويتنا ذات طابع كوني انساني عالمي شمولي؟ هي تحتاج الى حتى ابعاد جماليه، فهم، فلسفه، الى حد ما تريد احترافيه عاليه جدا. يعني لانه في النهايه المرويات المحدوده الافق والمحليه لن تتجاوز حدودها في النهايه، سوف نعيد انتاجها لذاتنا وبالتالي لن تحدث اي تاثير. بينما اسرائيل لما تروج لانها هي صاحبه الله صحن الحمص تحكي بالافلام بالسينما. انت لما بتحضر فيلم سينما ويقول لك صحن حمص اسرائيلي، خلاص هو نشرها في كل انحاء العالم وشاهدها مليار شخص، ولكن اي فيلم فلسطيني او اي كاتب فلسطيني او اي كاتب عربي يخاطب قراءه في جميع انحاء العالم. نحن مشكله خطاباتنا بانها خطابات محدوده نتداولها ما بيننا، ليس لها اي تاثير. يعني لماذا انزعجت اسرائيل من ادوارد السعيد؟ لانه ادوارد السعيد لاول شخص عربي يخاطب العالم، له وجود في جميع الدوائر الاكاديميه في العالم، لذلك كان يعني نموذج لم يرق لاسرائيل. ومن هذه النماذج وهذه الأعمال تبدأ يعني مقاومة المروية الصهيونية. نعم. شكرا لك دكتور. معنا أتوقع دكتور عبد الحميد الصيام. تفضل دكتور في مداخلة. تفضل. اوكي. هل تسمعونني الآن؟ أهلا دكتور. أهلا. نعم تفضل. شكرا لهذه المداخلة، آسف أنني دخلت متأخرا، لكني أود أن أعلق على مقولة صغيرة قالها الأستاذ رامي في موضوع العالم يفهم القانون الدولي ويلتزم به، أو هكذا يعني فهم.
وأود أن أقول أن هناك صعوداً للقيادات الشعبوية في العالم والتي تتفاخر بانتهاك القانون الدولي، والآن أمام عيوننا مثل واضح تماماً هذا اليوم يعني وهذه الأيام في محاولة الولايات المتحدة فرض رؤيتها على حتى على الأعضاء الذين وقعوا الاتفاقية مع إيران بإعادة العقوبات على إيران، كذلك قيام واحد مثل الرئيس ترامب بالتصدق أو بإعطاء جولان لإسرائيل، هذا انتهاك للقانون الدولي. الرئيس الهندي مودي قرر أن يضم كشمير في انتهاك واضح للقانون الدولي. أصبحت عمليات انتهاك القانون الدولي نوع من الموضة هذه الأيام، تقودها الولايات المتحدة برئاسة هذا الرئيس الأرعن يعني. يعني الفلسطينيون أيضا صحيح يجب أن يلتزموا بالقانون الدولي، لكن والمقاومة حق ينص عليها القانون الدولي. في عام 74 دعي ياسر عرفات لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة بعد أقل من سنتين من عملية ميونخ مثلا. عندما يكون الإنسان قوي يفسر القانون الدولي بطريقة معينة، وعندما يكون ضعيفا فيفسر له القانون الدولي بأن ما يقوم به إرهاب، وهذا هو الفرق بين المفهومين. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الحميد، أترك لك مجال للتعليق دكتور رامي، تفضل. أنا يعني أتوافق مع الدكتور عبد الحميد فيما جاء به أن الانتهاك القانون الدولي موجود ويعني ممارس يوميا، والمشكلة القضية أن كيفية تنفيذ القانون والتعامل معه هي إجراءات نحن من أوصلنا أنه إحنا نتقبل هذا الانتهاك القانوني، يعني الضعف الذي نعاني منه، ولكن في النهاية أنا لا أتحدث عن أن إحنا نلتزم بالقانون، لا، أنا مع المقاومة بكل أشكالها، بالعكس أنا بداية حديثي كنت أتحدث عن المقاومة بكل أشكالها، ولكن أنا قصدي أن تثبيت هذا الوعي القانوني في وعي الأجيال، في وعي الناس، أنه أنت فلسطين هي أرض فلسطينية وإلى آخره، وهذا الوعي القانوني يعني هو الحجر أو الجدار الأخير في حال تلاشت أي خطابات أخرى أو أي تصورات أخرى. إسرائيل أحياناً تستفيد من القانون وأحياناً تضرب القانون بعرض الحائط، ولكن نحن إلى الآن ليس لدينا خطاب قادر على أن يستغل هذه الفكرة وفي أن يتوجه بطريقة أفضل في التعامل معها. يعني إحنا نوقع اتفاقيات السلام وإلى آخره وإلى آخره، نلتزم في القوانين ولكن إسرائيل لا تلتزم فيها. أنا أتوافق معك أو أتفق معك بهذا الشأن، ولكن أنا أقصد في القانون من ناحية الخطاب، من ناحية تثبيت هذا في وعي الأجيال. يعني يجب على الأجيال أن تدرس أن فلسطين في قرارات الأمم المتحدة، يعني أين موضوع القضية الفلسطينية في المناهج؟ انتهى، لأنه هذا من عوامل أو تبعات توقيع اتفاقيات السلام. فلماذا لماذا لماذا تم إلغاء هذه القضية أو تدريس هذه القضية؟ لأنها لا تريد أن تكرس في ذهن الأطفال أو في ذهن الأجيال، لأنه هذا أصبح ذات جانب معرفي، هم يريدوا أن تبقى في حالة فوضوية غير منظمة خطابيا. وبالعكس أعتقد أن القوة هي التي تنفذ القانون، والعدل هو المبدأ الأساسي. شكرا. شكرا شكرا دكتور رامي أبو شهاب، أظن أن الوقت قد داهمنا، يعني يبقى موضوع الاشتباك الثقافي موضوع راهن من المهم طرحه مجددا في لقاءات قادمة ومناسبات قادمة. ألف شكر لك. شكرا. الحضور الكريم، شكرا لكم على تفاعلكم، على أسئلتكم ومداخلاتكم، كما نشكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لمشاركتنا بث هذه المحاضرة. أيضا نلقاكم يوم الاثنين القادم مع ضيفة مميزة وهي حنين الزعبي، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، إلى اللقاء. شكرا لك دكتور رامي. شكرا لك. شكرا لك نوار. شكرا.